فما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. لماذا؟ لأنهن باقيات في عصمته صلى الله عليه وسلم وهن زوجاته في الجنة. هذا هو السبب. نعم. أفليس في هذا دليل أنه حيث لمن كانت له قدنان؟ هذا كلامه. ما دامت أزواجه لا تتزوج وهن مقصورات عليه فهذا دليل على حياته. نقول حاشا وكذا، ليس هذا دليلا على حياته، بل هذا لأنهن مقصورات عليه وهو مقصور عليهن وهن زوجاته في الجنة. هذا هو السبب، وهذا صريح في القرآن، هذا صريح في القرآن. أما كونه حيا حياة برزخية فهذا لدليل آخر وهو القياس على حياة الشهداء. نعم. أولم يرى المختار موسى قائما؟ هذه شبهة ثالثة. قالوا مما يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر على موسى وهو يصلي في قبره في الطريق، وهو يصلي في قبره في الطريق، يعني موسى عليه السلام توفي ودفن في التيه وهو خرج لبني إسرائيل يريد غزو بيت المقدس وإخراج المشركين منه، فحصل من قومه ما حصل فعاقبهم الله بالتيه وبقي موسى معهم، ثم توفي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض ودفن فيها فمر به صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية وهو يصلي في قبره. قال هذا دليل على أن الأنبياء أحياء، أن كون موسى يصلي في قبره هذا دليل على حياته. وقد أجاب عن هذا بأمرين. الأمر الأول أن في سند هذا الحديث مقالا، ثانيا لو صح فصلاته في قبره هذا من حكم أمور الباطن وأمور الآخر، ليست كصلاته في الدنيا، بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية. نعم. قوله صلاة في الأنبياء أحب في المقدس. لا، هو حي عليه الصلاة والسلام، هو حي. نعم، وفي اليسرى حي ما فارق الدنيا. نعم. صلاة الأنبياء مثلت أرواحه، مثلت له صلى الله. نعم. أولم يرى المختار موسى قائما في قدره لفلان من قربان أفميت يحسب فلا ترونك هذا قولهم، استدلوا بهذه القصة على حياة الأنبياء، والجواب عنها يأتي. ملخص لأمرين: أولا أن هذه الرواية فيها مقال، والصحيح أن هذا موقوف على الصحابي على أنس، وثانيا لو ثبت رفعه كما هو في الرواية الأخرى، لو ثبت رفعه فهذه حياة برزخية وصلاة برزخية ليست كصلاته على وجه الأرض. نعم. أولم يقل إني أمرت على الذي يأتي بتكذيب مع الإحسان؟ وهذا دليل آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا هذا دليل على حياته صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع أن هذا حج عليه، أنه قال رد الله علي روحي، فدل على أن روحه قد فارقت بدنه عليه الصلاة والسلام، وإنما ترد في وقت السلام عليه فقط. وأنت تقولون لا أنه حي، تقولون إنه حي. نعم. أيرسو منكم السلام على الذي
يأتي به هذا من البهتان. كل هذا كلام، كل هذا السياق احتجاجي، يريدون من هذه الشبهة أن يجوزوا الاستغاثة بالأنبياء ودعاءهم من دون الله لأنه محيا. نعم. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد لا في الديان، هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء بالأجداد لا بديان. وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين. تعرض أعمال العباد عليه صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حي، وهذا عنه جوابان. أولا، من الحديث فيه بطال، عرض الأعمال فيه بطال. وثانيا، لو صح فعرضها عليه لا يدل على أنه حي مثل حياته في الدنيا، وإنما على أنه حي حياة برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. في الدنيا كان يسأل ويستفتى ويطلب منه المساعدة للمحتاجين، أما في القبر ما ورد أن هذا يعمل أحد من المسلمين، دل على أن حياته في القبر تختلف عن حياته في الدنيا. نعم. وبأن أعمال العباد عليه تكرر دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. هذه شبهات حصرها في هذه المقطوعة من النظم. نعم. فيقال رب دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان، إن الجهيد حياته مرتبطة لا تلقياك الصائم الأرسال. فالشهيد حياته منصوصة، ثبتت بالنص في القرآن في موضعين. وإذا كان الشهيد ثبتت حياته بالنص القرآني الذي لا شك فيه، ومع هذا فإن الشهيد دفن وزوجت نساؤه وقسم ميراثه، فدل على أن هذه الحياة حياة خاصة تفارق حياته في الدنيا. وحياة الأنبياء مقيسة عليهم، فيكون من باب أولى أن حياتهم في الأرض تختلف عن حياتهم في الدنيا. نعم. فهذا دليل عليكم لا لكم. نعم. هذا معنى في المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. نعم، الشهيد يعني. ولقال ولكن لا تشعرون، وقال أحياء عند ربهم، هذا الشهد يرزقون. ذكر بعض العلماء أن واحدا من علماء القبوريين قال أنتم تنكرون الاستغاثة بالأولياء، والله جل وعلا يقول أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له العامي هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال أحياء عند ربهم يرزقون. قال ما دام يرزقون فأنا أطلب الذي يرزقهم ولا أطلب منهم. نعم. ونساؤهم مثل لنا من ذاته. الشهيد يعني، الشهيد الله أثبت أنه حي، ومع هذا أباح لنا أن نتزوج امرأته من بعده، فدل على أن حياته في البرزخ غير حياته، نقتسم ميراثه.
وهذا دليل آخر على الفرق بين حياته في الدنيا وحياته في البرزخ. نعم. ونداءه بالذل لنا من بعده والمال مرسوم على السجنان. ونداءه بالذل لنا من بعده والمال مرسوم على السجنان. المواريث وكون يقسم ماله تتزوج امرأته ويدفن مع أن الله قال أحيا دل على أن حياتهم هذه مختلفة عن حياتهم في الدنيا، حياة أخروية وأمور الآخرة غير أمور الدنيا، لا يقاس هذا على هذا. نعم. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أن في الديدان. نعم. الشهيد أيضا يتمزق جسمه تأكله، يأكله الدود والسباع والطيور تأكل جسمه، ولو كان حيا ما مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق. نعم. لكنه مع ذاك حين فارق مستبشر بكرامة الرحمن. ويبدل يبدل بجسمه الذي لما تمزق في القتال يبدل بحواصل طير في الجنة، تبدل أجسامهم بحواصل طير في الجنة تروح وتسرح فيها. نعم. فرسل أولى من حياة يديهما نوم الجسوم وهذه الأبدان. نعم. لكنه مع ذاك حيث فارق مستجب بكرامة الرحمن. مع كل هذه الأمور قسم ميراثه وتزوج امرأته ودفنه وتملك جسمه، مع كل هذه الأمور الله أخبر أنه حي، فدل على أنها حياة خاصة، حياة أخروية لا تقاس على تقاس على حياته في الدنيا. نعم. فالرسل أولى بالحياة لديهما نوط الجسوم وهذه الأبدان. وإذا كان هذا في حال الشهداء فالرسل من باب أولى، أنهم أحياء حياة برزخية، حياة أخروية لا تعلق لها بالدنيا ولا بأمور الدنيا. نعم. وهي القرية في التراب وأصلها فهو الحرام عليه بالقرآن. أما أجسام الأنبياء فتختلف عن أجسام الشهداء، أجسام الشهداء تفنى تتمزق ومنها ما يبقى، لكن الغالب أنها تفنى تبقى. ونحن نشاهد أن بعض الشهداء يمزق في الحرب أو تفترسه السباع والطيور، نشاهد وهم في سبيل القتل. أما الأنبياء فإن أجسامهم محفوظة تبقى قرية، حرم الله على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدل هذا على أن هذه الأمور أمور غيبية وأمور برزخية لا يقال فيها إلا بما ثبت بالدليل ويقتصر عليه. نعم. ولبعض أتباع الرسول يقول له أيضا وقد ولدوا رأي عيان. نعم. وقد يكون من الشهداء من يبقى جسمه طريا كما حصل وقائع من هذا، أنه يعثر على قبر ويوجد صاحبه كما ذكر جسمه لم يتغير، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفن عن نساء الشهداء، الشهداء تتزوج نساء
أما نساء الرسول فإنها لا تتزوج لأنها نساؤه في الجنة، لأنهم اخترن ذلك، خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني الطلاق. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني تبقين على هذه الحال وهذا الفقر هذه الحاجة، لأنهن طلبن من الرسول أن يعطيهن وأن يمتعهن بالأرزاق وبسعة الإنفاق مما أفاء الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل منهن وامتنع عنهن مدة شهر، ثم أنزل الله عليه هذه الآية فجمعهن وخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فبقين زوجات له في الجنة. لذلك حرم على الأمة أن تتزوجهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا؟ لأنهن في عصمته زوجات له في الجنة. نعم. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة اخترنهن الله بأن جعلهن زوجاته في الجنة. نعم. وكذلك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا فقدان. نعم. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. فإذا حرمن على سواه بعده حرمن فإذا حرمنا على سواه بعده إلا فضل عن فراش ثاني. نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. لكن أتينا بعزة شرعية فيها الجدال ومنه الأوطان. مع كونهن زوجاته في الجنة وأنهن في عصمته لما مات أتينا بعزة الوفاة، فدل على أن أحكامهن في الدنيا مثل غيرهن من العدة ولزوم البيت، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي لأنهن عاملنه معاملة المتوفى فاعتقدنا من بعده. نعم. هذا رؤية كنت لي من انت عن الجواب عن هذه الشبهة. نعم. انتقل للشبهة الثانية. هذا رؤية كريم مصليا في قبره أثر عظيم شان. هذا أجاب عنه بجوابين كما ذكر، الأول من ناحية السند وأنه متردد بين الوقف والرفع، والبخاري أعرض عنه نظرا لأنه لم يثبت مرفوعا فأعرض عنه البخاري وجماعة من المحدثين، هذا الجواب. الجواب الثاني إذا ثبت أنه مرفوع كما هو في الرواية الثانية وأنه رأى موسى يصلي في قبره، فالصلاة في القبر ليست خاصة بموسى عليه السلام، فقد ثبت أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب فيطلب من الملكين أن يتركاه يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، فيقولان له: أما إنك ستصلي. فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسى يصلي فهذه أمور ضرورية أمور خاصة ليست كالأمور في الدنيا. نعم.
هذا رؤيته السليم مصليا في قبره اثر عظيم الشان في القلب منه مسيله قام في القلب منه مسيله في القلب منه مسيله قام فالحق ما قد قاله البرهان. يقول ان السند فيه مقال ولا ندري هل قاله الرسول او قاله الصحابي, وما دام انه متردد بين الوقف والرفع فالاحتجاج به يكون ضعيفا. نعم. ولذا تعرض في الصحيح محمد عنه على عهد بلا نسيان البخاري. نعم. والدارقطني الإمام أعله برواية المعلومة السريان. نعم. أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره كعشر الفرقان. نعم. أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره كعشر الفرقان فأراه مرؤوسا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. نعم. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه أمامهما سيان. لا تطرحنه. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه أمامهما سيان. لكن تقلد مسلما وسواره. تقلد. لكن تقلد مسلم وسواره من صح هذا عنده بديان. هذه الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم. الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم أن الرسول هو الذي أخبر أنه رأى موسى يصلي عليه الصلاة والسلام. أما الرواية الأولى فيها أن أنسا هو الذي رأى. نعم. فيكون موقوفا. نعم. لكن تقلد مسلم وسواه تقلد. لكن تقلد مسلم وسواه من صح هذا عنده بليان. فرواته الاثبات اعلى الهدى حفار هذا الدين في الازمان. رواه مسلم يعني. لكن هذا ليس مختصا به. على القول بان الحديث صحيح وانه لا مقعنا في سنده نقول هذا ليس مختص بموسى, فكل ميت يوضع في قبره تمثل له الشمس عند المغيب فيريد أن يصلي العصر قبل أن تغرب. نعم. وهذه أمور برضه في صلاة خاصة. نعم. لكن هذا ليس مختصا به يعني بموسى عليه السلام. والله مطلق مسوح الثاني فرأوا حبان الصدوق وغيره خبر صحيحا عنده ذاتان. فيه صلاة العصر في قدر النبي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة بالقربان. عند الغروب يقع صوت صلاته فيقول للملكين من تدعان حتى اصلي العصر قبل زواجها. قال ستفعل ذاك بعد الان يعني بعد السؤال بعد سؤال الملكين. فدل على ان الميت يصلي في قبره يصلي في قبره وليس بهذا متعلق القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم. نعم. هذا مع الموت المحقق الذي فقي لنا بثبوته القربان. هذا موت محقق. نعم. هذا وثابت للمنادي ذو قد دعا أحمال دعوة صادق الشيطان. ثابت المنادي أحد رواة الحديث سأل من ربه إن كان من الميت يصلي في قبره أن يجعله يصلي في قبره. نعم. حبا للصلاة حبا للصلاة. نعم. هذا وكانت المنان يقدع الرحمن دعوة صادق الإيطان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك للإنسان. نعم.
إن كان أعطى أن لا يزال مصليا في قبره إن كان أعطى ذات منه الثاني. لكن رؤيته لموسى ليلة معراً فوق جميع الأكوان يرضيه أصحاب الصفات جميعهم والقبر موجبه بلا نكران. هذا اعتراض على كل موسى يصلي في قبره. أقول كيف يصلي في قبره وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات وتردد بينه وبين الله في فرق الصلوات الخمس؟ فإن صحت صلاة موسى في قبره فإن هذا محمول على تفاوت الزمان، رآه في قبره يصلي في وقت ورآه في الملأ الأعلى في وقت آخر. نعم. ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نعم. وأمور الأموات وأمور البرزخ وأمور الأرواح هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نثبت فيها إلا ما ثبت بالدليل، ونقتصر عليه أيضا، نقتصر على ما جاء بالدليل لأن هذا من عالم الغيب. نعم. وإذا كرونا عالماً بصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. يعني اعترض بعضهم على حديث أنه رأى موسى يصلي في قبره، أولاً الاعتراض من جهة السند كما سبق، ثانياً اعترضوا بأنه كيف يراه يصلي في الأرض ويراه يصلي ويراه في السماء أيضاً. يقول لا، الله على كل شيء قدير، يصلي في قبره ويرتفع إلى السماء ولا تعارض إذا كان في وقتين مختلفين. نعم. وأمور الأرواح أمرها عجيب، لا تقاس على عالم الدنيا وعلى عالم الشهادة. نعم. نعم. وأجيب عنه بأنه أسرى به ليراه تما مشاهدا بعيانه. وأجيب عنه بأنه أسرى به ليراه تما مشاهدا بعيانه. أجيب عن هذا الاعتراض بأنه بعدما صلى رآه يصلي بالقبر فإن الله عرج به إلى السماء ليرى في السماء أيضا. نعم. فرآه ثم في الطريق وليس ذا، رآه ثم يعني في السماوات ورآه أيضا في الطريق رؤية ولا تعارض بينهما. نعم. فرآه ثم في الطريق وليس ذا بتناقض إذ أمثل الوقتان. يعني إذا كان في وقتين مختلفين، إنما المتعذر في وقت واحد عندكم، وإلا فالله ليس عليه شيء متعذر أبدا. نعم. هذا رأى النبي التسليم منه. انتهى من جواب صلاة موسى في قبره، انتقل إلى شبهة أن الرسول يرد السلام على من سلم عليه، قالوا هذا دليل على حياته، على حياته. يقول نعم هو حي لكن حياة برزخية ليست حياة دنيوية. نعم. هذا رأى النبي تسليما يأتي بتسليم مع الإحسان، ما ذاك مرتبطا به أيضا سمع قد قاله المبعوث بالقرآن. هذا الجواب أن كون الرسول ترد روحه إليه ويرد السلام ليس خاصا بالرسول، بل هذا يكون في غيره من الأموات، فما من مسلم يزور أقله في الله ويسلم عليه إلا رد الله روح الميت حتى يرد عليه السلام، وهذه حالة خاصة، حياة خاصة. نعم. ما ذاك مختلطا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالقرآن، من جار قبره قبله فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. الروح الميت لها اتصال ببدنه، هي مفارقة للبدن ولكن لها اتصال بالبدن، تعاد إليه في وقت السؤال
سؤال الملكين وتعاد عليه عند تسليم المسلم عليه، فلها اتصال بالبدن. نعم. وحديث ذكر حياته لقبورهم لما يفت ولا صلاح النصر عنه. نعم. فانظر الى الاسلام تعرف حاله ان كنت داعيا لهذا الشان. نعم. هذا ونحن نقوله اجياء لكن عندنا كحياه للابدان. لكن هذا هذا ونحن نقول هم أحياء ولا إن عندنا كحياة للأبدان. هذا ونحن نقول هذا ونحن نقول هم أحياء ولا إن عندنا كحياة للأبدان. واتركوا كفهم وفوق رؤوسهم وعليكم لأنكم عن أيمان. نحن نقول إن لهم حياة في قبورهم ولكنها حياة خاصة، والدليل على أنها خاصة أنها لو كانت مثل حياتهم على وجه الأرض ما دفنوا ولا صار التراب فوقهم ومحيطا بهم، فهذا دليل على أن هذه حياة مختلفة، حياة أخروية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست مثل حياتهم على وجه الأرض. نعم. وَالْقُرُوبُ تَكْتَهُمْ وَقَرْضَ الْقُرُوبِهِمْ وَعَلِي الشَّمَالِ مِثُونَ عَنْ أَيْنَانِهِمْ مِثْلَ الَّذِي قَدْ 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 وحياتهم في القبور، وأما أنتم فلا تفرقون. وهذا ضلال الذي يجعل حياة الحياة الدنيا مثل حياة البرزخ، هذا ضال وملبس على الناس. نعم. مثل الذي قدموه معادنا بالله من جبك ومن فهو عدم التفريق، انهم يقولون ماذا بسبب انهم احيا في قبورهم، هذه مثل حياتهم على وجه الارض يستغاث بهم ويدعون من دون الله ويسالون والى اخره، يقول هذا باطل وهذا بهتان وكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من التفريق. نعم. بل عند ربهم تعالى مثلما قد قاله للشهداء في القرآن. بل إن هذه الحياة عند ربهم، قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم، ما قال أحياء وأطلق، بل قال أحياء حياة عند ربهم يعني في البرزخ. نعم. لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند الإحسان. حياتهم في القبر والبرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، وهي أكمل وأحسن من حياتهم في الدنيا لأنها حياة نعيم. حياتهم في البرزخ حياة نعيم وسرور، أما حياتهم في الدنيا فإنها حياة نغص وتعب ومكدرات وهموم وأحزان، فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا. نعم. هذا وأما عرض أعمال العباد بعلمك هو الحق ذو إحسان. هذه الشبهة الأخيرة، وهي قالوا من ما يدل على أن الرسول حي في قبره أنه تعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لمن رأى منه خطأ، والجواب عن هذا من وجهين، من ناحية السند أنه لم يثبت، ومن ناحية أنه لو ثبت فعرض الأعمال على الرسول ليس خاصا، بل ورد أنه تعرض أعمال الإنسان على والديه، على والديه الميتين، فيسران بالأعمال الصالحة ويستهان من الأعمال السيئة. ولا ورد أن أحد يدعو الوالدين ويستغيث بهم ويسألهم
كما كان في الدنيا فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان وأتى به أثر فإن طرحا فبئت به فحق ليس ذا نكران لكن أما لا يلزم خلقا به أيضا بها كان مقيم اللسان فعلى أهل الإنسان يراه سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان إن كان سعيا صالحا فإنه فيه واستبشروا يا لذة الفرحان أو كان سعيا سيئا حملوا وقعدوا وراجعه إلى الإحسان ولد السعادة من الصحابة من ورى هذا الحديث عقيده في لساني ولد السعادة من الصحابة من ورى هذا الحديث عقيده في لساني وهو عبد الله بن رواحة رضي الله لما روى هذا الحديث استعاذ بالله من أن من الخزي وأن تكون أعماله مخفية عند أقاربه وعند والده. نعم. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده بلسانه يا رب إني عامل من خزيه أخذ بها من خزيه من خزيه يا رب إني آخذ من سكتي أخذ بها عند القريب الدان لا تشهد المرتضى وراحته مكبوه بالوران والإضوان لكن هذا باختصار والذي للمرتضى ما يعمل الثقلان لكن الذي يعرض على والد الميت إنما هو عمل ولده فقط أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض عليه أعمال جميع الأمة. نعم. إذا ثبت هذا الحديث إذا ثبت وإذا ثبت فلا يدل على الحياة في البرزخ مثل الحياة في الدنيا هذا حياة خاصة. نعم. هذه آيات لأرجال الورى في ذا المقام وارتفاع الشأن والحق فيه لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال هذه نهايات أقدامهم يعني شبهاتهم وقد أجاب عنها واحدة واحدة رحمه الله وهذا الموضوع وهو موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جدا لأنه ظل به أمم كثيرة من القبوريين والقرافيين فلا بد من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين الحياة في الدنيا والحياة في البرزخ والحياة في الآخرة في الجنة أو النار تختلف الأمور والإمام ابن القيم في كتاب الروح يقول إن الحياة تختلف فحياة الجنين في بطن أمه تختلف عن حياته بعد ولادته وهو على وجه الأرض حياته على وجه الأرض تختلف عن حياته في القبر حياته في القبر تختلف عن حياته في الجنة أو النار الحياة ما هي على نوع واحد تختلف في كل مكان بحسب ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه نهاية من أقدام الورى إذا المقام يبقى في صعب الشان والله صعب هذا مسألة الحياة في القبور هذا ما كل يختم ولذلك ظل به من ظل ولبس به من لبس على النفس وكل من يتعلقون الآن بالقبور قبور الأولياء والصالحين والأنبياء كلهم يتعلقون بهذه الشبهة أنهم أحياء وما داموا أحياء فنحن فهم يخرجون إلى الدنيا ويحضرون الموالد ويحضرون وكذلك ما داموا أحياء فإنه يطلب منهم الغوث والمدد والاستعانة إلى آخره هذا يحتاج إلى كشف وبيان وتوضيح لأجل أن يتبين الحق من الباطل في هذه المسألة العظيمة ولذلك أطال عليها رحمه الله أطال عليها وكرر فيها وأبدى وأعاد فهذا المبحث مبحث عظيم جيد يحتاج إلى فهم. نعم.
هذه الايات في اقدام الورى في ذنب الله من فرد فعل الشاكين والحق فيه ليس تكفله العقول بل الزمان للغسل الهالي. نعم، يقول ان امور الموت وامور القبور وامور الارواح ما تحملها عقول الناس، ما تحملها عقول الناس لانها من الامور الغيبيه التي لا يعلمها الا الله. ويقول عندي من المعرفة بهذه الأمور ما لو بينته لأنكرتم عليه. فهذا الأمر لا يشرح لكل الناس، وإنما يشرح لخواص أهل العلم لأنها لا تتحمل عقوله. نعم. وأمر الروح أمر عجيب، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السؤال عن هذه الأمور سؤال خطير جدا، يحتاج إلى علم من المجيب وتحمل من السائل، سعة أفق. نعم. ولجهل الروح مع أحكامها وصفاتها للشرك بالأوجان، فهو الذي روي إله له به ما عليك إلا أن تتسلم لما جاء عن الله ورسوله ولا تتعثر، إلا إن كان تريد أن تعارض الله سبحانه وتعالى أو تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم فلك ما اخترت لنفسك. أما إن كنت مؤمنا فعليك بالتسليم والاقتصار على ما جاء عن الله ورسوله ولا تتعدى هذا. وما جاء عن الله ورسوله التعلق بالأموات ولا التعلق بالأنبياء بعد موتهم، ما ولا طلب شيء منهم وهم أموات، هذا ما جاء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة. نعم. هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرقيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه وترد أوقات السلام عليه أتباعه في كتابه الأرمان. روح في أعلى عليين وهي روح الشهيد وروح المؤمن في الجنة، ثم إذا جاء واحد يسلم عليه في قبر ترد في الحال ومثل ملأ الأعلى، كيف هذا؟ هذا ما تفيد به العقول، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. فالروح لها اتصال بالميت في قبره ولها مكان في أعلى عليين في الجنة إن كانت من أرواح المؤمنين، وإن كانت من أرواح أهل النار فإنها في سجين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله، وأيضا تقترن بجسم الميت في قبر للعذاب، لأن عذاب القبر يكون على الروح وعلى الجسم معا. الأرواح لا تفارق الأبدان مفارقة نهائية، والأرواح مخلوقة باقية لا تفنى، تختلف والأجسام تفنى، الأمور تختلف، هذه الأمور ما يدخل فيها أحد إلا من عنده بصيرة. نعم. وفلا تأتوا كفروا مسلما قدت لهم أرواحهم للآن فهم يردون السلام عليك إن لم تسمعه به الأذنان. هذا دليل على أنه رد خاص، لأنه لو كان رد مثل ما في الدنيا، أنت إذا رد عليك واحد في الدنيا تسمعه، لكن الميت يرد عليك ولا تسمعه، لأنه في عالم وأنت في عالم آخر، عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا. نعم. هذا أرواح الشهداء في أجواف طير تأوي إلى قناديل تحت العرش، ومع هذا لها اتصال بالقبور، لها اتصال بالأموات في قبورها وهي في أعلى عليين، تروح وتجي تخرج وتنزل وتصعد في لحظة واحدة وفي وقت متقارب، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. من ليس يحمل عقله هذا فلا فضله تأمره بأعجب ثاني. نعم. للروح كأن غير الأجسام لا تهمله تأمره بأعجب ثاني،
وهو الذي حرق ورع فيه كلام يعرف غير الفرد بالأسماء. ما يعرف الخواص من الراسخين في العلم الذين تتبعوا الأدلة وفقهوا في معانيها، هؤلاء هم الذين يعرفون هذه المسألة. أما دهم الناس والغوغاء هؤلاء لا يعرفون هذه الأمور، نعم، ولذلك خبطوا فيها وظلوا وأظلوا. نعم. من ليس يحمل عبده هذا فلا تظلمه واعذره على النكران للروح فهمه. ايضا انت لا تحدثه على الامور هذه، اللي ما يتحمل عقله لا تشوش عليه. علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، فتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تسعه. والعلم يجوز كثره في بعض الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم المعالي: لا تخبره فيستكلوا. يجوز كتمان العلم عمن لا يتحمله ولا يحسن استعماله، لأنه إما أن يكذب به وإما أن يفهمه فهما غير صحيح. فلا تحدث بهذه الأمور، أمور الغيب وأمور الحضر وأمور الروح، لا تحدث بها إلا من عنده تقبل وفهم وفقه. نعم. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران للروح كأن غير للأجسام تظلمه كأن الروح أعلى الإنسان وهو الذي حرق الورى فيه كلام يعرف غير الفرد بالأسنان. خواص أهل العلم ما يعرفه إلا خواص أهل العلم المتبحرون في فقه النصوص. نعم. هذا وأمر فوق ذلك قلته بالغ الإنكار والعدوان. يقول: عندي شيء لو أبينه أنكرته عنه، أن ما تحمل عقولكم هذا الشيء. نعم. فإذا أحدثتم العنان ولو أرى لا فر في صدري بالميدان. نعم. هذا وقولي أنها مخلوقة وخلوقها المعلوم بالبرهان. الأرواح لا شك أنها مخلوقة، الله خالق كل شيء، الأرواح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وليست قديمة كما يقوله الفلاسفة، بل هي مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، ولكنها لا تفنى بعد ذلك، تفارق الأرواح بالموت لكنها لا تفنى، هي باقية، تنعم أو تعذب إلى أن يعيدها الله إلى أجسادها عند النفخ في الصور، فترجع كل روح إلى جسدها إما إلى الجنة وإما إلى النار، وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في البرزخ وفي القبر، لها اتصال ولها انفصال ولها صعود ولها نزول. نعم. هذا وقولي انها ليست كما قد قال اهل الاث والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قد لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوا في الديان. من المتفلسفه من يقول في الروح انها شيء سري لا ليست بداخل البدن ولا خارج البدن ولا فوقه ولا تحته ولا الى اخره، كما قالوا في حق الله انه ليس فوق العرش وليس في السماء وليس هو مباين للعالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هم من تخبطاتهم ومن باطلهم. فهم من قالوا في الروح كما قالوا في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منه ان الروح غير موجوده، كما يلزم من قوله ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع انه غير موجود، تعالى الله عن ذلك. هذا منتهى الضلال، وهذا سبب في كلام غير العلم وخصوصا في امور الغيب، فان الواجب على المؤمن ان يقتصر في امور الغيب على ما صح بالدليل ويتوقف عنده ولا يزيد عليه ولا ينقص،
وإذا لم يفهمه يتوقف ولا ينكره. نعم يسلم. نعم. والله من الرحمن أذبته ولا أرواحه يا مدعي العرفان عبرتم الأبدان من أرواحها والعرض عطلتم من الرحمن. نعم هذا أعظم الله. نعم كل هذا سببه الدخول فيما لا يحسنه الإنسان والشروط عن النصوص. لو تقيدوا بالنصوص لسلموا لكنهم حكموا عقولهم وأفكارهم فظلوا وأظلوا. العقول ما تدخل في أمور الغير والأفكار ما لها دخل في أمور الغير لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل وبنطاق الدليل أيضا ما يزاد ولا ينقص ويتوقف عنده. هذا هو الواجب في أمور الغيب. نعم. فضل في كسر المنجنيق الذي نقذه أهل التعطيل على معاقل الإيمان ورسوله جيلا بعد جيل. يكفي معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فقل في كفر المنجنيق الذي حصله اهل التعطيل على معاصي الايمان ورسوله جيلا بعد جيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفصل والذي بعده يركز الناظم رحمه الله على شبهة من شبهات من أعظم شبهات المعطلة للأسماء والصفات وهي شبهة التركيب لأنهم يريدون شبها على إثبات الصفات لله عز وجل. منها أنهم يقولون إن إثباتها يقتضي التشبيه لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين. تكررت هذه الشبهة وتبين بطلانها وأنه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيره بالمخلوقين لأن صفاته خاصة به سبحانه وصفات المخلوقين خاصة به. ومعلوم من الفرق بين الخالق والمخلوق لا ينكر هذا إلا مكاذب أو مجنون لا يعقل ما يقول. ومن شبههم تجسيد يقولون إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم لأن الصفات لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متشابهة ولذلك يسمون مثبتة الصفات المجسمة ويخصون الإمام أحمد رحمه الله لأنه مجسم لأنه مثبت الصفات لله عز وجل. والحنابلة أيضا يركزون عليهم أكثر بهذا الوصف يسمونهم بالمجسمة. وهذه الشبهة أيضا باطلة في حق الله سبحانه وتعالى. ومن شبههم أنهم يقولون إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء فإذا أثبتت لله ذاتا وأثبتت له الصفات فتكون الصفات شريكة له في القدم فيلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. وهذه شبهة باطلة
لأن الصفات ليست شيئا غير الموصوف بل هي تابعة للموصوف. فالله جل وعلا بصفاته قديم لا بداية له وما سواه فهو محدث. فليست الصفات شيئا غير الذات مغايرة للذات بل هي تابعة للذات. فكما أن ذات الله قديمة كذلك صفاته لأنه لا ينفك عن صفاته ولا شيء في الدنيا ينفك عن صفاته فيكون هو شيء وصفات شيء آخر لا يقول عقل إلا في الذهن قد يتصور الذهن أشياء لكن في الوجود والخارج هذا الشيء لا حقيقة فلا يكون في الموجود في الخارج إن زيد شيء وصفاته شيء آخر يعني أشخاص متعددة ما يقول هذا عقل. الصفات تابعة للذات لا يتصور انفكاكها عنها حتى وقال انها شيء غير الذات. ومن شبهاتهم واكبر شبهاتهم هذه الشبهه ان اثبات الصفات يقتضي التركيب يعني يكون الله مركبا من ذات وصفات والتركيب يقتضي الحدوث وهذه شبهة لا تقل بطلانا عما قبلنا فهي شبهة محدثة ولا أحد قال بها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول المؤمنين من سائر الأمم ما أحد قال هذا. إن الله مركب من شيئين من ذات وصفات والمركبات تكون محدثة بل إن التركيب عندكم ينقسم إلى ستة أقسام فأي هذه الأقسام تقصدون وسيسوقها المصنف رحمه الله تركيب المزج هو تركيب الشيء من أعضائه تركيب مجاورة تركيب الباب مع الجدار على مجاورة تركيب من الجواهر الفرد كما يقولون مركب من الجواهر الفرد وهي الأجزاء التي لا تتجزأ تركيب من الماهية من الهيولة والصورة كما يقولون عند الفلاسفة الهيولة والصورة عند الفلاسفة تركيب من الذات والصفات وهذا هو المقصود عندنا تركيب من الذات والوجود كل هذه التركيب مصطلحات محدثة لا يحكم بها على الكتاب والسنة مصطلحات محدثة بين الفلاسفة والمتكلمين وهذا الباب لا يرجع فيه إلى أقوال هؤلاء ولا إلى أقوال غيرهم حتى من علماء الشرع ما يرجع إلا إلى الكتاب والسنة يرجع إلا إلى الكتاب والسنة أما ما قاله الناس واصطلحوا عليه فإنه خاص بهم لا يفسر به الكتاب والسنة وكل هذه الأنواع منتفية في إثبات الصفات ولله الحمد ولا نسمي الذات والصفات مركبة هذا اصطلاح اصطلاح عارف نعم وسمى المصنف أو الناظم سمى هذه الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهدي عقيدة أهل السنة والجماعة بل هدي عقيدة الكتاب والسنة والمنجنيق شيء يستعمل في هدي الحصول في هدي الحصول آلة ضخمة مركبة من بكرات وشبال وأشياء ويجعلون فيها صخرة كبيرة ثم يقذفونها من هذا المنجنيق ويهدون بها الحصن الذي أمامه مثل المدفع تقريبا إلا أن المدفع آلة نارية وهذا آلة غير نارية آلة فيها دفع واسطة آلات وأشياء يركبونها في هذه الآلة المنجنيق
وهو قديم عند اللغة، وهو الذي استعمل في إلقاء إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام، وضعوه في المنجنيق لأنهم لا يقدرون على أن يقربوا النار لشدة حرها وضخامتها، فوضعوه في المنجنيق من مسافة بعيدة ورموه في هذه النار. استعمله الحجاج في حربه ابن الزبير في مكة، وهد به بعض جوانب الكعبة كما هو معروف. هذا هو المنجنيق، هؤلاء نصبوا هذا المنجنيق ليهدوا به عقيدة الحق، ويقولون إثبات الصفات يقتضي التركيب، التركيب ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول لهم التركيب عند من؟ عند من التركيب؟ التركيب عندكم، عند الفلاسفة وعند علماء الكلام وعلماء المنطق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وعلماء الأمة فليس عندهم هذه الشبهة. نعم. لا نسي أن نسق رافع وترافع وجعل لي عن البرهان. قعافع وقرافع وجعاجع، كل هذه أصوات أسمى أصوات للأشياء حينما تحرك تصب لها أصوات، فرقعة وقعقعة السلاح وجعجعة الرحى، ترى جعجعة أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، أصوات للأشياء. فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة، جعجعة وفرقعة وقعقعة، يريدون بها إرهاب أهل الحق. أهل الحق لا يرهبهم هذا الشيء لأنه باطل، والباطل لا يرهب المؤمن لأنه مخلوق مهما كان. فالنفي بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فأهل الحق متمسكون بحقهم، ولا تهولنهم هذه الأصوات وهذه الجعاجع وهذه الشنشنات وهذه التشويهات، سمونا مشبهة سمونا مجسمة سمونا ما شئتم، ما دام إن هذه لا حقيقة لها ونحن بريئون منها الحمد لله، هذا لا يضرنا. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فلا الرسول لم يتأثر بما قالوا فيه، وما حين يهددونه بالقتل وحين يهددونه بقطع الرزق والحصار الاقتصادي كما فعلوا في شعب عامر، وأحيانا يلقبونه بالألقاب الشنيعة، وما ضر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضر الإسلام، وإنما ضر من أتى به ورجع عليه بالخسران. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه دائما وابدا. فأهل الحق لا يهولنهم ضجيج المخالفين والتشويه الذي يصدر في حقهم في المجالس وفي الكتب وفي المقالات، ما يهمهم الأمر ما داموا مقتنعين انهم على حق، لا يهمهم ما يقال فيهم وما يحضر في حقهم. اما من كان على غير حق فالواجب ان يرجع الصواب في الشك، لكن من كان على حق هو ما يهمه هذه الاشياء. والحمد لله عقيده اهل السنه والجماعه بقيت ثابته، وعقائد هؤلاء المتكلمين بارت في أيديهم، بارت في أيديهم وكسدت، ولم يتأثر بها إلا من هو مثله. نعم.
ما عندهم شيء يهود ظاهرة بل الجليس مقطع الحرب عليهم وهو الذي يدعونه تربيبا مكتوبا على الكتاب من دون عليهم. إثبات الصفات يقتضي التركيب والتركيب يقتضي الحدود، والله جل وعلا منزه عن الحدود. قواعد هذه قواعد منطقية، مقدمات ونتائج منطقية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، فلتبقى في أيديهم ونحن بأيدينا الكتاب والسنة. نعم. أرأيت هذا النجلي فإنهم نصروا تحت معاقل الإيمان بل رب جارهم الحصون تهدت الشرفات واستولت على الجدران. على الجدران فقط والشرفات، أما الحق وما تعد حصل تسلم في الجدران امتداد لبعض الشرفات، وهذا لا يضر البنيان ولا يضر الشصم ولا يضر بمن في داخله. نعم. إلا لكم كذلك عليه الثولة الكفار من ذلك الجريح الجاني والله لا نصره حتى أكثر أصدق من كذل العظيم الثاني ومن البنية أن قوما بينها للكثم وعطوهم على الحضوام ومن البنية أن قوما بينها للكثم وعطوهم على الحضوام. إذا جاءت الفتن تأثر بها من يتأثر ولو كان مع المسلمين ولو كان داخل حصون المسلمين تأثر بالفتن، ولا يثبت إلا أهل الإيمان. في غزوة الخندق خانت اليهود من داخل البلد وخان المنافقون وناصروا الأحزاب، ولكن ثبت أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله هزم الأحزاب ونصر المؤمنين من غير قتال ومكن المسلمين من اليهود وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من سياصيهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي أرض خيبر امتدت إليها سلطة المسلمين بعد صلح الحديبية وملكوها وكان الله على كل شيء قدير. فثبت الله أهل الإيمان وأخذ أهل الخيانة الذين كانوا في بين ظهور المسلمين، اليهود حلفاء للمسلمين ومعاهدون للمسلمين على الدفاع، وقال المنافقون يظهرون أنهم مع المسلمين، لكن لما جاءت الشدة انخذلوا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فانكشف ولله الحمد الحق وأهله والباطل وأهله في هذه الوقت. إذا جاء الدجال في آخر الزمان فإنه لا يدخل البلدين مكة والمدينة، ما يتمكن لأن الملائكة يحرسونهم على أنقاضهم، ولكن من كان بداخل هذين البلدين من في قلبه مرض يخرج إليه. هذه المصيبة، ترجع في المدينة رجفات ثم يخرج كل من كان في قلبه نفاق وينضمون إلى الدجال والعياذ بالله وهم في قاع في وسط المدينة. لكن الله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى، إذا جاءت الفتن تميز الصادق من الكاذب. نعم. ومن البينة أن قوما بيننا للحسن وعطوهم على العدوان. نعم، تأثروا بدعايتهم وروجوا أفكارهم ممن ينتسبون إلى السنة، ممن ينتسبون إلى أهل السنة وإلى الحديث. تأثر بعض من ينتسب إلى الحديث بعقائد المتكلمين،
وهذا موجود في الكتب. نعم. ورأوته معهم وكان مصابرا للجسم من فوق للسكران فتركبت من كفرهم وكفاقنا في الفكر انواع من الطغيان. لا شك انه حصل على المسلمين ضائقه وشده، لكن الحق دائما يبقى والباطل ينخرط. هناك مداولات بين الحق والباطل، فقد يظهر الباطل احيانا ابتلاء وامتحان لكنه لا يدوم، وقد ينخرط الحق لكنه لا يفنى بل يعود الحق. والحق منصور، يقول الناظم في هذه النونية، والحق منصور وممتحن فلا تعجل. فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن. لو كان الحق دائما منصور ما تميز الصادق، كان كل يلتف على الحق. لكن إذا جاء شيء من الشدائد تبين الصادق الذي يريد الحق من المنافق الذي يريد العيش مع الناس يريد مصالحه الدنيوية. من حكمة الله أن يجري الامتحان، وقد يصاب على الحق أحيانا، ولكن ذلك لا ينقص من إيمانهم أبدا ولا يزعزع عن يقينه، كما حصل للمسلمين في وقعة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقبة للمتقين، فظهور الباطل لا يدوم أبدا وظهور الحق يدوم ويبقى. نعم. وجرت على الإنسان أعظم محنته من ذي تقديرا من الرحمن. نعم، لو شاء الله ما حصل هذا، لكن لحكمته سبحانه أجراه ليتميز أهل الصدق من أهل الكذب. ولا لو كان دائما الحق منتصر ودائما المسلمين في رغد وفي ما تبين المنافق من المؤمن الصادق، إنما يتبين هذا من هذا عند الفتن. أما عند النعم فالكل أظهرون مظهر الأخوة أخوار. نعم. والله لولا أن تدار فضيلته الرحمن كان كذلك الأديان السابقة التي دخلها التحريف والتبديل والتغيير كدين اليهود ودين النصارى، دخلتها الوثنية والتثليث واعتبروها من الدين. أما هذا الدين الإسلامي فإن الله تكفل به سبحانه وتعالى، فيبقى خاليا من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أهله قد امتحنون، أهل الحق قد امتحنون، أما الحق ذاته فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. أرأيتم ما جرى على المسلمين من النكبات ومن العقوبات على أيدي أعدائهم في كل زمان، ومع هذا بقي الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد. حصل على المسلمين أزمات، حصل نكبات، لا تنسوا قضية التتار وما حصل منهم، يظنون أنهم قضوا على الإسلام خلاص نهاية، قتلوا العلماء وألقوا الكتب في النهر كتب المسلمين وظنوا انهم كفر، لكن الحق باقي لله، ما تضعضع الاسلام. هي قريب منا في الدرعيه ما لا حصل من جيوش القبوريين واهل الالحاد، ما لا حصل على المسلمين، وظنوا انهم قضوا على هذه الدعوه، اقتلوا حكامهم واسروا امامهم و أخذوا العلماء معهم إلى مصر وظنوا أنها انتهت الدعوة. في لحظات ظهرت الدعوة مرة وعادت كما كانت ولله الحمد، عادت الدعوة كما كانت. فما الحق أبدا ما يضيع سبحان الله. نعم. لكن أقام له الإله بفضله يوسف، يوسف وجدناها يوسف بالياء والزاي ومعناها الشهب التي ترمى بها الشياطين، الشهب
الوجك هي الشهب التي ترمى بها الشياطين. نعم. لكن أقام له الإله بفضله يزفا من الأنصار والأعوان. يعني شهب شهبا تقذف هؤلاء الشياطين، كما أن النجوم تقذف بها شياطين الجن، كذلك علماء الإسلام يزك يعني شهب يرمى بهم أهل الباطل. نعم. فهم العلماء مثل النجوم، العلماء مثل النجوم، النجوم ترمى بها الشياطين والعلماء يرمى بهم أهل الباطل. نعم. فرموا على ذا المنجلين صواعقا وحجارة هزت كل الأرسال. أهل الحق هؤلاء الشهب الإسلامية هدت هذا المنجنيق، أرسلت عليه صواعق من الشهب ومن الردود المقشمة من الكتاب والسنة حتى هدوه، كما قال الله جل وعلا: بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهد. وهذا ولله الحمد في كل زمان ومكان، يقيم الله لهذا الدين من يدافع عنه ويرد على خصومه ويردهم على أعقابه، لأن الله تكفل بكفر هذا الدين. الآن بدأ ينقش، الآن بدأ من أول أن ذكر خطأ هذا المنجنيق وآثاره، وذكر أنه لا يضر وأن الله قيض من يدفعه ويدمره، ثم أراد أن يناقشهم في التركيب، فقال: التركيب أمر مجمل، ماذا تعنون به؟ فسروه لنا. تركيبه ستة أنواع، أيها تقصدون؟ وأنا مستعد لنقض ما تقولون على أي اعتبار أردت. نعم. فاسألهم ماذا الذي يعنون به تركيب فالتركيب ست معاني. إحدى معانيه هو التركيب من متبادل فتركت بالحيوان. مثل الحيوان، مثل الحيوان المركب من الأعضاء، يدين ورجلين ورأس وأعصاب وعروق وأعين وآذان، سمع وبصر، مركب. هذا الإنسان مركب من عدة أشياء، هذا يسمى تركب الشيء من أعضائه. هل هذا الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلام. نعم. إحدى معانيه هو التركيب من متبادل كتركب الحيوان، من هذه الأعضاء فلا أعضاؤه قد ركبت من أربع أركان. نعم، هو مركب من الأعضاء، والأعضاء أيضا مركبة، كل عضو مركب من أشياء، تركيب وراء تركيب، هذا في الخلق لا ينطبق على الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أفلا من ذا بالصفات لربنا وعموده من فوق كل مكان. لا، ما هو التركيب، لا ما يصح بحق الله سبحانه وتعالى، هذا بطل النوع الأول، يستقرئها ثم يردها رحمه الله. نعم. ولعل جاهلة يقول مباركا ذا لازم الإثبات بالقربان. نقول لا، ما هو لازم الإثبات اسماء الله وصفاته، هذا إن كان لازم في تركيب الخلق فإنه لا يلزم في إثبات الصفات لله عز وجل، لما بين الخالق والمخلوق من الفارق. نعم. فالذكر عندهم رقيق سره حذرا لا سير ولا ميزان، هذا وذانيها تركيب الجوار، هذا وذانيها تركيب الجوار، سوى ذاك بين اثنين يشتركان. مثلا تركيب الجوار وهو مثل تركيب الباب، تركيب الباب على الفتحة التي في الجدار، ركب من سقف الباب ومن الباب نفسه ومن
أشياء هذه يسمى تركيب جوار، مو تركيب ملج. الأول يسمى تركيب ملج وهذا تركيب جوار، شيئين مختلفين يلصق أحدهما في الآخر ويتركب معه ويشكل نوعا آخر بعد التركيب. جدار وباب، باب مركب في جدار، الباب شيء والجدار شيء آخر، هذا تركيب جوار ما هو تركيب مزج. الباب لم يمتزج مع البناء، الباب لا يزال محتفظا بذاته والبناء محتفظ بذاته، لم يمتزج أحدهما بالآخر، هذا لا يليق في حق الله أيضا. نعم. هذا وثاني هذا ترتيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان اثنين مختلفين كالجسر والباب الذي ترتيبه بجواره لمحله من ذلك. الجسر الذي يكون على النهر لا على هذا الجسر المعروف الآن اللي تمر عليه السيارات، هذا مكون من سقف ومن أعمدة ينتصب عليها، هذا تركيب جوار، تركيب جوار. كذلك الباب اللي ركب على المخرج والمدخل تركيب جوار، الباب شيء مستقل والجدار شيء مستقل. نعم. والأول المدعو ترتيب الجسر والاختلاط وهو ذو تبيان. الأول الذي هو ترتيب الشيء من أعضاء، هذا مزج يسمى ترتيب مزج وخلط، نعم، يمتزج بعضها ببعض. نعم. أفلازم جامع ثبوت صفاته أيضا تعالى الله السلطان، فيلزم من إثبات الصفات أنه مركب تركيب جوار، فالصفات شيء والباري شيء آخر مختلفان، لا يقول هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. والثالث الترتيب بالمتناثر يدعى الجواهر قبلة الأكوان، هذا عند المتكلمين تركيب المركب من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزأ، هذا عنده تبين أن هذا باطل، فليس هناك أجزاء لا تتجزأ في هذا الكون، بل إن أصغر الأجزاء الآن يتجزأ بعد حدوث هذا التقدم الصناعي، فتكون الأشياء تبين أشياء صغيرة تتكون من مركبات أصغر منها وهكذا وهكذا. هذا المركب من الجواهر الفردة يعني الأجزاء، الجواهر يعني الأجزاء، الفردة يعني التي لا تتجزأ، وهذا غلط لأنه ما هناك شيء لا يتجزأ. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، فدل على أن هناك أصغر من الذرة، وقد تبين هذا وانكشف في العصر الحاضر، فبهذا بطل هذا التركيب اللي هم قالوا وأقلقوا الناس به وملأوا منه كتبهم واعتبروه برهان قاطع ما يقبل الجدل، فهو باطل من أساسه. نعم. تبين أن الحلقة تبين أنه تتجزأ، ما هو شيء سيتجزأ، ما هناك شيء لا يتجزأ إلى أصغر منه. نعم. وأشياء ما نراها ولا نحس بها ظهر الآن أنها موجودة، عوالم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وما لم يظهر إلى الآن أكثر مما ظهر، كل يوم يتبين عجائب. نعم. والرابع الجسم المركب منها يتلاه وصوره لليوناني، هذا عند الفلاسفة، اليونان يعني الفلاسفة، وهو النوع الرابع من أنواع التركيب، وهو المركب من الهيولة، من الهيولة والصورة اللي هي الحقيقة، الهيولة يعني حقيقة الشيء، وصورته مظهره الذي يرى للناس، هذا عند فلاسفة اليونان، مركب من الهيولة والصورة، وهذا لا حقيقة له ولا وجود له، وإنما هو اصطلاح
سلاح فارغ من أناس فارغين في أفكارهم. نعم. والجسم فهو منفذ من جهله لا فيلسوف ولا فلول بطلان. والفلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف في لغتهم هو محب الحكمة. الفلسفة الحكمة، والفيلسوف هو الحكيم عندهم أو محب الحكمة، لأن يعني مركبة يقولون من كلمتين فيلا وسوف، فيلا محب، سوف يعني حكمة، محب الحكمة. نعم. ومن الجواهر عدة أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. أما عند علماء الكلام فالمركب هو المركب من الجواهر الفاردة. نعم. ومن الجواهر عدة أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. لا المركب من الجواهر ولا المركب من الهيولى والصور عند هؤلاء، كل باطل على حقيقة له. فالمخرجون الجوهر فرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان. لا، وهو لا وجود له، هذا الجوهر الفرد لا وجود له، فما ترتب عليه فهو باطل. نعم، ما في جوهر فرد. نعم. قالوا بأن الجسم منه مركب وله اختلاف وله ألوان. هم مختلفون بينهم في هذا التركيب، هم أنفسهم مختلفون فيه، فلو كان حقا ما اختلفوا فيه. نعم، دل على أنه اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة للاصطلاح، كل يقول ما يريد. نعم. هل يمكن التركيب من جزئي حرف من أربع أو ستة وثمان أو تسعة فقد أتاه الأشعري بذي مقالات على استبيان. الأشعري حتى هذه الأقوال في كتابه المشهور مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو كتاب مشهور ومطبوع، وصرح فيه برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه على عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، صرح برجوعه في هذا الكتاب وفي كتابه الثاني الإدانة عن أصول الديانة، كتابه كلاهما صرح برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله، وبقي أتباعه على مذهبه الأول، ويسمون أنفسهم بالأشاعرة، وهذا كذب، بعد رجوعه لم يكونوا أشاعرة، لو كانوا أشاعرة لرجعوا معه وقبلوا الحق، فهم ليسوا أشاعرة الآن، فهذه التسمية باطلة، والأولى أن يقال لهم كل غير ليسوا أشاعر. نعم. أفلازم داخل ظروف لذاته وعلومه سبحان السبحان. هل يلزم من هذا التركيب عندكم يلزم منه نفي علو الله على عرشه واستواء علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وسائر صفاته، يلزم من هذا المصطلح الحادث أن نحكم به على الله سبحانه وتعالى مطلع الله جل وعلا وأسماءه وصفاته لاصطلاحاتنا؟ هذا من الكذب على الله. قال الله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ومن أظلم، قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا يجوز الكلام في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لنا أن نحكم على الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، الله يعلم، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه قياس شمول تستوي أفراد، وإنما يقاس القياس الأولى، ولله المثل الأعلى في السماوات
وكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي منحه إياه، وكيف يمنحه وهو لم يتصف به سبحانه وتعالى، يمنح الكمال لغيره وهو خال عنه؟ تعالى الله عما يقولون. نعم. والحق أن الجسم ليس مرتبا من لا ولا تعلاهما عدمان، لا من الهيولة والصورة ولا من الجواهر، كلاهما عدمان، فليس هناك هيولة كما يقولون ولا صورة كما يتخيلون، وليس هناك تركيب من جواهر فردة، كل هذا تخيل من عندهم. نعم. ولا أحد يفهم هذه الأشياء أيضا، ما يفهمها لهم، هم يمكن هم ما يفهمها أيضا، ما أحد يفهم هذه الفرهات والأباطيل. نعم. وجوهر الفرد الذي قد أثبته هو ليس ذا إمكاني أبدا، مستحيل، جوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا ما هو موجود، ليس هناك جزء لا يتجزأ. نعم. لو كان ذلك ثابتا لزم المخالف لواقع البطلان والبهتان. الله في شتى ويعقل الغرباء. لو كان ذلك ثابتا لزم المخالف لواقع الواضح. لو كان ذلك ثابتا لزم المخالف لواقع البطلان والبهتان. من أرضه شتى ويعثر نظرها جدا لأجل صعوبة الأوزان. راجعوها في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتابه الرد على الرازي تأسيس التقدير.